طولان الله يخليك كابتن جاي السيد والكابتن ياسر عبد الرؤوف والساده المشاهدين. سالنا عليك من شويه كان الكابتن ده بيقول اتاخر ليه النهارده، فقالوا لنا في دوره الميه كان عندك دور اسهال. لا كنت مغلوب وروح شفت التليفون. ايوه اتغلبت ورحت دوره الميه نازل الهزيمه. عند ارنب برضي. طيب قول لنا ماذا لديك؟ عندنا النهارده رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي. حضروا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه ورئيس لجنه الشباب والرياضه بالبرلمان المصري، وكان هدف البرنامج هو التاكيد من قبل رئيس الزمالك ان الجمعيه العموميه للزمالك سليمه وغير باطله، ورئيس الزمالك قال ان الجمعيه العموميه الغت منصب المحاسب هاني العتال نائب الرئيس، وقال كده مفيش حاجه اسمها نائب رئيس اسمه هاني العتال، خلاص الجمعيه العموميه شطبت منصبه. طبعا الجمعيه العموميه دي باطله بقرار من اللجنه الاولمبيه المصريه. يا راجل ده كلام اسمه كلام عته، سيبك منه اللي بعده. وقال ان هيبقى في انتخابات خلال الايام المقبله على 3 مقاعد في مجلس الاداره، وان هو زود مقاعد الاعضاء من 5 ل 7. اللي بعده. وقال ان المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه ارهابي، وهو هيتقدم ببلاغ ضده للداخليه، وان هو عضو في الجماعه الارهابيه جماعه الاخوان المسلمين. عشان بيسمع. وقال انه يعمل مؤتمر صحفي يفضح فيه افعال المهندس ياسر ادريس. كما هاجم الكابتن حازم امام عضو اتحاد الكره وعضو اللجنه الاولمبيه المصريه، وقال ان الكابتن حازم امام والمهندس ياسر ادريس الثنائي بيتامر لتدمير القلعه البيضاء. وهاجم المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، وقال ان هو بيبلطج على الزمالك، وان هو بيستغل ان هو منصبه في البلطجه على النادي الابيض على نادي الزمالك يعني، وقال ان الجمعيه العموميه سليمه وان هو عارف ان هي سليمه، على الاقل يقصد المهندس هشام حطب. وقال ان هو يتقدم بشكوى للمحكمه الرياضيه الدوليه ضد اللجنه الاولمبيه اذا رفضوا اعتماد الجمعيه العموميه. وقال ان بيان اللجنه الاولمبيه لما صدر هو وضعه في مكانه الطبيعي وهو صبيحه الزباله. و اتكلم عن لعيبه الفريق، وقال ان كهربا محمود عبد المنعم كهربا هيعود للمشاركه في مباراه الزمالك لما يشعر بالندم على افعاله ويتقدم باعتذار رسمي ويعرف غلطه. طبعا احنا عارفين ان هو بيتهم محمود عبد المنعم كهربا ان هو بيظهر في اماكن غير لائقه. برضه رئيس نادي الزمالك اعلن ان هو خد قرار بصرف مستحقات الماليه للاعبين بسبب تحقيقهم الفوز على نادي انبي ب4 اهداف مقابل هدف. وعندنا رئيس نادي الزمالك برضه اعلن ان محمد مجدي قفشه لاعب نادي بيراميدز هينضم لنادي الزمالك في يناير، وقال ان هو بيتواصل مع المستشار تركي الشيخ وحصل على موافقته لانتقال اللاعب لصفوف الزمالك في يناير المقبل. عندنا مجموعه من التصريحات لمستر جروس مع مباراه انبي، وطبعا مستر جروس في غادر القاهره النهارده هو الجهاز المعاون بتاعه سافر لسويسرا لقضاء عطله سريعه لمده 3 ايام. قبل ما يغادر قال ان هو سعيد بتحقيق الفوز على انبي برباعيه، وقال اللاعبين قدموا مستوى فني جيد، وقال ان هم حسوا بالمسؤوليه بعد الخساره امام النجوم عشان كده انتفضوا وقدموا مباراه جيده جدا امام انبي. وقال بس الحاجه الوحيده اللي حزنته في اللقاء ان انبي نجح انه يسجل هدف في اخر 5 دقائق، وقال ان الاداء انخفض في اخر 5 دقائق، وان هو كان يتمنى ان الزمالك يستمر على نفس المستوى اللي بدا به المباراه ويسجل الهدف الخامس. برضه اتكلم على محمد ابراهيم وقال الناس اللي مستغربه ان محمد ابراهيم يشارك اساسي امام انبي، محمد ده امر طبيعي انه يشارك، اللعيب مجتهد بيبذل اقصى جهد في التدريبات، كمان من وجهه نظر ان هو لعيب موهوب جدا ينقصه فقط لياقه المباريات، وانا انتظر منه الكثير وكلمته في الموضوع ده ان بعد انتهاء توقف الدوري انه هيكون موجود بشكل رئيسي واساسي مع الفريق. عندنا لعيبه نادي الزمالك النهارده غادرت القاهره زي حميد احداد راح المغرب، لان طبعا الفريق واخد عطله لمده 3 ايام. عندنا برضو حمد النقاز وفرجان ساسي التونسيان سافروا لتونس، وكاسونجو الكونغولي تم استبعاده من منتخب الكونغو، منتخب الكونغو بيستعد لمباراه ليبيريا التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم، وكاسونجو بعد استبعاده قرر ان هو يقضي الاجازه بتاعته هنا في القاهره. عندنا عبد الله جمعه جهاز الطب نادي الزمالك قال انه هيلحق بمباراه الطلائع، طبعا هو كان تعرض للاصابه في مباراه انبي وهو تعرض لكتمه قويه في الساق، لكن الجهاز الطبي شايف ان بعد انتهاء التوقف هيكون موجود في مباراه الطلائع هتقام يوم 13 من الشهر الجاي. شكرا. هي دي الاخبار يا كابتن. اتفضل. شكرا جزيلا استاذ علي حبيب.